إذن متابعينا الكرام، هكذا هو التواصل، هكذا هو التحدي مشاهدي الأعزاء الذي يستمر مع الانطلاقات والأشواط أيضا التي نأتي من خلالها الانطلاقات والتحديات المميزة مع هذا السن، سن الثنايا وأيضا أسبوع الكبار وتحديات الكبار. وستة كيلومترات هي مسافتنا متابعينا الكرام أيضا ضمن إشارة الديوان السابعة، لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط والهدى لسهيل بن حمد بن طبع العامري، يأتي في هذه اللحظات على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وثاني الأسماء هنا القدوم والتواصل من أيضا نجوى لسهيل برملي بن محمد العامري، يقدم لنا نجوى على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء هناك الدخول من عسيلة لمحمد بسهيرة على العوية العامري، يقدم عسيلة على أيضا ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء هناك الوصول والقدوم من المتحدة أيضا لسالم برملي بن محمد العامري، يتواصل في هذه اللحظات يتقدم أيضا على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس القدوم من الضبي لحمد بن محمد بن حمود الجحافي، يتواصل في هذه اللحظات يقدم الضبي على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هناك القدوم والوصول من العين لخليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي، هنا يتواصل من خلال هذا المسار أرى تقدم ووصول من الهد لفالح بن مسلب بالزفنة العامري، يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذا المسار أخذ المركز التاسع، والقدوم في هذه اللحظات والوصول من الصائلة لمحنة بن محمد بن محنة العامري، يتواصل على تاسع الأسماء وعاشر الأسماء، شعار أبو سعيد هنا قادم في هذه اللحظات مع ريام ومبارك بالعثب الخزع بالعثب الهركي العامري. هذه نتيجتنا متابعينا الكرام لهذه الأسماء ولهذه الشعارات، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. إذن عودة متابعينا الكرام إلى الصدارة بعدما أكملنا نداؤنا، وأيضا لهذه الأسماء المتقدمة للعشرة الأسماء المتقدمة، عودة للصدارة، عودة للمركز الأول. ويأتي هناك أيضا شعار سهيل بن حمد بن طبع العامري، بينما ثاني الأسماء القدوم والوصول من الهد لفالح بن سلم بالزفنة العامري، يأتي في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من نجوى وسهيل بن رملي بن محمد العامري، يأتي في هذه اللحظة على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع القدوم والوصول من المتحدة لسالم بن رملي بن محمد العامري، يأتي هنا على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس الضبي لحمد بن محمد بن حمود الجحافي هنا قادم على خامس الأسماء، بينما المركز السادس هناك التواصل والقدوم من ريام لمبارك بالعثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري، من يتقدم في هذه اللحظة مع ريام هنا على سادس الأسماء، سابع الأسماء هناك أيضا شعار محمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي يقدم فتنة على سابع الأسماء، ثامن الأسماء يأتي هنا شعار الخيالي يقدم لنا العين خليفة بن خميس بن خليفة الخيالي، هنا يتواصل في هذه
اللحظات شعار بن شلبوت يتواصل من خلال هذا المسار آخذ المركز التاسع، والتواصل أيضا والقدوم مشاهد الأعزاء من الصايلة محنة بن محمد بن محنة العامري وعاشر الأسماء، أرى تسلل وقدوم من الشاهنية لسعيد بن صالح بن خيري الجنيبي. هذه نتيجتنا لهذه الأسماء المتبادلة فيما بينها، المتبادلة من خلال تواصل هذه الأسماء وانطلاقة هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة في هذا المسار. نعود إلى شعار راعي سودة، نعود إلى شعار بالزفنة يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا الهدة المنهدة إلى الصدارة الأولى والمركز الأول. يأتي في هذه اللحظات فالح بن مسلب بالزفنة العامري هنا يتواصل من خلال هذا التحدي بينما ثاني الأسماء هناك أيضا التواصل والقدوم من الهدة الأخرى، الهدة مع بالزفنة والهدة مع بن يطبع. هنا متابعي الكرام، لمن الفوز لمن الانتصار من بين هذه الأسماء من بين هذه الشعارات؟ هنا الهدة لبن يطبع يتواصل في هذه اللحظات، يقدم للهدة سهيل بن حمد بن يطبع العامري وأرى بالرملي فاميلي يتواصلون على رابع وخامس الأسماء يتقدمون بهذا الشعار، ياتون هناك مع المتحدة سهيل أو سالم بالرملي بن محمد العامري يقدم المتحدة، وهناك أيضا التواصل والقدوم وأيضا الوصول في هذه اللحظات من نجوى سهيل بالرملي بن محمد العامري. هناك مشاهد الأعزاء الوصول والقدوم في هذه اللحظات من السياد عبد الله بن سهيل بن محمد بن نصيب العفاري يتقدم مع سياد في هذا المسار، بينما هناك الوصول القدوم من شعار بن خيري يتواصل مع الشاهنية سعيد بن صالح بن خيري الجنيبي، والظبي مع الجحافي قادمة في هذه اللحظات، وهناك بن ترشوم قادم مع الشامخة الله الله، ثو أيضا رباعية على المقدمة ورباعية، هناك أيضا مجموعة ثانية تتواصل من خلال هذه الأسماء وهذه الشعارات. لنعود إلى أيضا هنا الهدى مشاهدين الأعزاء، من تتقدم بهذا الأداء؟ من تتقدم بهذا المسار؟ هناك الهدى، يأتي شعار بن يطبع يتقدم سالم أو سهيل بن حمد بن يطبع العامري، وهناك الوصول هناك القدوم مشاهد الأعزاء من المتحدة سالم بن رملي بن محمد العامري، بن طرشوم قادم ليبحث أيضا عن نقطة ثانية ولكن هنا بن رملي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره وتحديات المتحدة. هناك الهدى مع بن يطبع، بن طرشوم قادم اللحظات الأخيرة، ولكن هنا المتحدة بن رملي هنا العصا ما شاء الله، فالأبطان بن طرشوم اللحظات الأخيرة، بن طرشوم بن رملي لمن الفوز لمن الانتصار؟ بن طرشوم بن رملي. والدخول الجماعي نترك مع لجنة الخط والتحكيم ثالث الأسماء، كان الدخول من شعار أيضا هناك متابع كرام سهيل بن حمد بن طبع العامري رابع الأسماء كانت هناك سياد لعبد الله بن سهيل بن نصيب العفاري خامس الأسماء، المركز الخامس كانت هناك الهدى لفالح بن سلب الزفنة العامري. إذن عودتنا متابعينا الكرام مع الدخول الجماعي ما بين شعار بن ترشوم وما بين شعار بن رملي، هناك مشاهد الأعزاء المتحدة لسالم بن رملي بن محمد العامري، وما بين أيضا الشام خل مسلم بصالح بن ترشوم العامري، نتركه مع لجنة الخط والتحكيم وسوف نتعرف عليه في الفل أيضا الشوط القادم بإذن الله تعالى. تهانينا والناموس للجميع، والتوقيت الزمني كان أيضا 9 دقائق 30 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.